أكيد فرحانة اليوم؟ هذا العام سندرس للوحة الإلكترونية كبديل الكتاب المدرسي من وزن خفيف وتخفيف من وزن المحفظة بمناسبة دخول المدرسة. أتمنى النجاح وفرنا اللوحات الإلكترونية لتخفيف المحافظ وشكرا لكم. نتمنى النجاح وتوفيق كل التلاميذ. قول ان هناك دخول جيد ان شاء الله. وتعرفوا ان بلا سيدي بلا عباس الحمد لله من الاول كان لها الشرف انها كانت الولايات الرائده على المستوى الوطني في النتائج. الحمد لله في منطقه تظل الاولاد بك دي طابلات الكترونيك. هذه بدايه موفقه جدا جدا جدا. تقدر تشوبها بعض الصعاب ولكن بدايه ناجحه.